ماتشين ومعسكر لاتفيا، وان شاء الله يطلعوا الى كاس العالم. بينضم الى لاعبين من النادي الاهلي الموجودين في المعسكر دلوقتي او موجودين في البجر: اسلام حسن ابراهيم المصري، محمد عصام الطيار، عمر الوكيل بكار، وعمر حجاج، واحمد خيري، وعبد الرحمن فيصل. مجموعه قويه جدا لمنتخب مصر في كاس العالم، السويد والمجر والارجنتين وانجولا وقطر، مجموعه قويه. نتمنى لمصر تروح الدور الثاني. معانا على التليفون من الامارات كابتن علي زين، احد نجوم المنتخب المصري واحد لاعبين النادي الاهلي السابقين. كابتن علي مساء الخير. اخبارك ايه؟ اولا بنبارك لك على الفوز مع نادي الشرق الاماراتي بكاس السوبر، كان الاسبوع اللي فات حاولنا نجيبك ما عرفناش، فلازم نبارك لك ولك الف مبروك كابتن علي. الله يبارك فيك كابتن خالد، الله يسلمك. حاجه كويسه وحاجه مشرفه. بنتكلم على المنتخب المصري وفرصه في بطوله كاس العالم اللي جاي باذن الله في يناير اللي جاي. هو ان شاء الله طبعا البطوله مش سهله، ومعانا مجموعه صعبه طبعا زي ما حضرتك عارف. ان شاء الله احنا بنحضر، يعني يعتبر المنتخب بيحضر بقاله فتره كاس العالم. ان شاء الله احنا نمشي على سيستم جديد بدا فيه المدرب. فان شاء الله يعني احنا حتى السنه دي احنا المفروض اللعيبه المحترفين كلهم هيرجعوا يعني بدري، مش بدري قوي بس يعني حدود 17 12 13 12 الكلام ده. فان شاء الله نتجمع كلنا مع بعض عشان نعرف يعني يبقى في استقرار في الفرقه والناس كلها تبقى فاهمه احنا هنعمل ايه الماتشات الجايه. كابتن علي ان شاء الله هتنضم للمنتخب امتى باذن الله؟ ان شاء الله احنا انا عندي اخر ماتش يوم 15، فان شاء الله 17. 17 باذن الله منتخب مصر. طب قول لي شايف المجموعه ازاي يا كابتن علي؟ معانا السويد والمجر، قطر، ارجنتين، انجولا، تقول ايه؟ المجموعه صعبه. كاس العالم متغير مش زي كل مره. فاحنا عندنا في المجموعه يعني الماتشات كلها هتبقى في الملعب. ما فيش ماتش هيبقى يعني هيبقى يعتبر جامد علينا. مستوى منتخب مصر دلوقتي الناس كلها شايفاه الماتشات الكبيرة، احنا ممكن ننافس معاهم. الموضوع كله في الملعب، الموضوع كله يبقى في سيستم في الملعب، والماتش كله يبقى في كنترول على مدار الماتش. فاحنا هنحاول ان شاء الله يعني نحسن الكنترول بتاعنا والسيستم بتاعنا ونقلل الاخطاء من عندنا وربنا يكرم يعني. اول ماتش مع منتخب قطر تقريبا، طبعا دي هتبقى اهم حاجة، اهم خطوة لينا في كأس العالم. بالظبط. الماتش ده يعدي على خير ان شاء الله. الناس يعني كل حاجه هتبقى مفتوحه قدامنا يعني. كابتن علي نتمنى لك التوفيق مع الشارقه، ونتمنى لك التوفيق مع منتخب مصر، وان شاء الله باذن الله دايما موفق ودايما حاصل بطولات مع كل الانديه اللي بتلعب فيها. كابتن علي زين شكرا جزيلا. ربنا يخليك كابتن، كابتن خالد، واتمنى لك التوفيق وشكرا جدا على المداخله الجميله. ميرسي يا كابتن علي جدا، اشكرك. هنروح لاهم فقره عندنا النهارده. فقره بعد ما خلصت اخبار النادي الاهلي هنطلع لحد بنت النادي الاهلي. بنت النادي الاهلي هنتكلم عليها كتير وهنتكلم معاها عشان